السلام عليكم ورحمة الله، معكم فدوى وقناة كاتوتي. الوصفة ديالتنا اليوم هي وصفة ديال فطيرة في المقلاة، سهلة وسريعة. المنظر ديالها كيجي رائع جدا، وحتى المذاق ديالها كيجي رائع. سهلة التحضير، كتوجد بسرعة، يمكن لكم أنكم تحضروها الفطور أو لا الكوتي بطريقة جد سهلة وسريعة. كنتمنى أنكم تشاركوا في القناة لأول مرة كتزوروني، دعموا القناة، خليوا لي أكبر عدد من اللايكات. دوزوا مباشرة لطريقة التحضير والمقادير وفرجوا ممتعة. إذا غادي نبدأ هنا في الإناء. فاش غادي نحضر، غادي نحتاج الحبة ديال البيض اللي تكون بحرارة الغرفة. غادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة، وغادي نسمها بالفاني. هنا عندي الفاني بودرة، يمكن لكم انكم تستخدموا كيس ديال السكر الفاني اللي الوزن ديالو 7 غرام. غادي نخلط هذا البيض والسكر جيدا حتى غادي ينسجموا ليا ويبان ليا ان حبيبات السكر ما بقاوش ليا في الخليط. ومن بعد كنضيف نصف كاس ديال الحليب. بالنسبه لهاد الفطيره هذه ما فيهاش نهائيا الزيت، بدون ولا نقطه زيت. غادي نخلطوا جيدا الحليب والسكر والبيض حتى غادي ينسجموا، ومن بعد غادي ندوزو باش نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا عندي كاس ونصف ديال الدقيق، بين كاس ونصف وكاس وربع على حسب الخليط. هنايا تقريبا عندي 150 غرام. غادي نضيف ليها كيس ديال الخميره الكيميائيه اللي الوزن ديالو 7 غرام، وغادي نغربلهم جيدا باش هكا ما يكونش ليا حبيبات ديال الدقيق في الخليط ويجيني خليط اللي هو خفيف. غادي نخلط هكا باستخدام طراب اليدوي حتى غادي يولي ليا الخليط خليط اللي هو كريمي، وبحال الخليط ديال الكيك، بحال هذا الشكل كي كتشوفوا القوام ديالو كيكون بحال خليط الكيك. من بعد غادي ناخذ تقريبا 1 ملعقه كبيره من هذا الخليط، غادي نخليها للتزيين. كتبقى هذه الخطوه اختياريه، يمكن لكم انكم ديروها كيف كيمكن لكم انكم تستغناو عليها. من بعد كنضيف ليها كيس ديال الكاكاو المر او لا ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. غادي نضيفوا لهذيك الملعقه ديال الخليط اللي حيدت، وغادي نخلط جيدا حتى غادي يتخلط ليا هذاك العجين او الخليط مع الكاكاو. ولا بان ليا انه قاصح، غادي نضيف ليه ملعقه كبيره ديال الحليب حتى غادي نحصل على خليط اللي يكون القوام ديالو مشابه القوام ديال الخليط ديالنا، باش هكا ما ينزلش لينا هذاك التزيين الا درناه من الاعلى. غادي نخلط جيدا حتى غادي ينسجمو، ومن بعد غادي نجيب هاد الاداه، هاد العلبه فاش كنديروا لي صوص، غير باش تساعدني على انني نزين الفطيره ديالي. يمكن لكم انكم توضعوا هاد الخليط فقط في بلاستيكه وتزينوا به الوجه ديال الفطيره. من بعد كنجيب المقلاه. هنا استخدمت المقلاه ديال البغرير الكبيره اللي ما كتلصقش، ودهنتها بالزيت باش هكا نتاكد ان الفطيره ديالتي ما غاديش تلصق. وغادي نصب الخليط ديالي كامل في المقلاه بحال هذا الشكل، نزلو كامل في المقلاه. هنا المقلاه راه ما وضعتهاش على النار، ما توضعوهاش حتى تكملوا التزيين وتكملوا كل شيء باش هكا ما تطيبش لكم وانتم باقي ما كملتوش. ومن بعد كنجيب هذاك الخليط ديال الاسود او الخليط اللي بالكاكاو المر، وغادي نحاول انني ندير به التزيين بحال هكا على الوجه باستخدام هاد العلبه ديال الصوص، او لا باستخدام بلاستيكه كي قلت لكم من قبل. هنا كندير على شكل دوائر، وكنجيب السكين وغادي نحاول انني نجر خطوط من الوسط النهاية ديال المقلاة، وفي العكس عاوتاني من البداية ديال المقلاة للوسط بحال هذا الشكل، حتى غادي تعطيني الشكل ديالها بحال هكا. ومن بعد مباشرة غادي نديها الفوق النار. بالنسبة للنار غادي تكون النار اللي هي مهيلة جدا، اقل نار عندكم علاش تطيبوها، وغادي نخليوها حتى غادي تنفخ وتنشف لينا من الاعلى. بالنسبه لي انا ما غطيتهاش، ولكن الا كان عندكم النار قويه او لا، الا خفتوا انها ما تطيبش لكم من الاعلى، غطيوها باستخدام شي غطاء ديال اي قابله عندكم. غتخليوها حتى كتنشف تماما، حتى كتقيسوها باليدين ديالكم وكتلقاوها انها ما كتلصقش لكم العجين، او لا ما كاينش عجين نهائيا، يعني كتنشف لكم من الاعلى، وكتبدا
طلعوا عليها من الأسفل كتبان لكم أنها تحمرت جيدا، عاد باش يمكن لكم أنكم تزولوها. بالنسبة لي أنايا يمكن لكم أنكم تقلبوها. بالنسبة لي أنايا ديتها وضعتها في الفرن حتى خدات هذا اللون الذهبي. الفرن اللي خليته محلول لأن المقلاة اليد ديالها ديال البلاستيك، إلا حيدتوها وانتوما إلا سديتو الفرن يمكن أنها تدوب. لذا خليوه محلول وتتخليوه حتى تاخذ اللون الذهبي وتخرجوها. من بعد ما خرجتها من الفرن وخليتها حتى بردت جيدا، هذا هو الشكل ديالها. الشكل ديالها كيجي جد جد رائع، والمذاق ديالها كذلك كيجي رائع. كتنفع هكا للفطور او للغدي. غادي نقطع لكم من الوسط باش تشوفوا الشكل ديالها كي كتجي. كتجي جد رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. ما تنساوش تصيفطوا لي تطبيقاتكم في الحساب ديال انستغرام بالشركه ستوري. والى الفيديو القادم بحول الله.